هل تعلم من هو مكتشف دوران الأرض حول الشمس والذي يعتبره الكثيرون أبو علم الفلك الحديث؟ في يومنا هذا قد لا يبدو أن مكتشف دوران الأرض حول الشمس قد اكتشف شيئا عظيما، ففي وقتنا هذا الأمر أشبه بالبديهيات التي يعرفها حتى الأطفال الصغار، لكن لم يكن الحال هكذا قبل بضعة قرون، بل العكس حتى. ففي العصور الوسطى مثلا كانت الكنيسة تعتبر الاعتقاد بمركزية الشمس وبدوران الأرض وباقي الكواكب حولها نوعا من الهرطقة. وربما أشهر مثال على ذلك العالم الإيطالي الشهير غاليليو الذي سجن بسبب اعتقاده هذا. يعود الفضل في معرفتنا هذا الأمر الأساسي إلى عالم الفلك البولندي الشهير نيكولاس كوبرنيكوس الذي يعد مكتشف دوران الأرض حول الشمس بنظر العديد من الناس، ولكن من المثير للدهشة أن هذا العالم الذي يعتبره الكثيرون أبو علم الفلك الحديث لم يكن الفلك لوحده محور اهتمامه، فقد كان راهبا وعالم رياضيات وفيلسوف وعالم فلك ورجل قانون وطبيب وإداري، بل أنه عمل حتى في المجال الدبلوماسي واضطر لأن يصبح أيضا جنديا لخدمة بلاده. قام مكتشف دوران الأرض حول الشمس بتقديم نظريته هذه في كتاب أسماه حول دوران الأجرام السماوية، حيث قام فيه بنسب نظرية بطليميوس الشهيرة حول كون الأرض مركز الكون وباقي الكواكب والشمس يدور من حولها، ووضع نظرية تعتبر الشمس مركز المجموعة الشمسية وأن الكواكب ومن بينها الأرض تدور من حولها، وهو ما شكل أمرا جليلا حينها. بالطبع فقد قام العديد من العلماء بتطوير نظريته هذه، وربما أشهرهم عالم الفلك الألماني الشهير يوهانس كيبلر. يعتبر الكثيرون يعتبرون أن نيكولاس كوبرنيكوس أحد أهم العلماء الذين ساهموا في نقل أوروبا من العصور المظلمة إلى عصر النهضة، ويعتبر الكثيرون عمله الشرارة التي ألهمت علماء الفلك عبر التاريخ حتى يومنا هذا لاكتشاف نظام الكون بشكل أدق، بل أن نظريته هذه تدعى أحيانا من قبل المؤرخين بالثورة الكوبرنيكية، وذلك للدلالة على أهميتها الكبيرة. لذا أردنا في هذا الفيديو تسليط الضوء على مكتشف دوران الأرض حول الشمس نيكولاس كوبرنيكوس، والتعرف بشكل أكبر على سيرة حياته وإنجازاته التي شكلت أساس عالم الفلك الحديث.